سنعود ونتابع معكم طبعا تفاصيل الأداء في الأسواق العالمية. معنا سيد رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي جروب، أهلا ومرحبا بك معنا سيد رائد. بالأمس استمعنا إلى خطاب جو بايدن للشارع الأمريكي، والذي أشار فيه إلى محاولته للسعي لتخفيف الأثار رفع أسعار البنزين على الأسر الأمريكية. إلى أي حد تعتقد أن تراجعات أسعار الطاقة بالأمس هي مخافة الركود، وأنه حتى لو يعني استمرت الضغط على أسعار البنزين في الارتفاع فإن الركود هو الذي سيقلل الأسعار عاجلا أو آجلا؟ صحيح، هي النقطة يعني نحن تحت ضغط، ولكن أول شيء خلينا نستذكر بعض الشيء. 41% ارتفاعات النفط منذ بداية العام حتى الآن، يعني لا ننسى هذا الأمر. مستويات النفط حاليا عند $103 البرميل، بلا شك هو تحت الضغط حاليا، ومحاولات واضحة جدا من قبل الإدارة الأمريكية لضغط أسعار النفط والاتجاه الهابط. ولكن إذا نتحدث عن تعليق الضريبة أو حتى إيقاف الضريبة بعد موافقة الكونغرس، يعني هو تأثير جانبي، هو تأثير مؤقت، هو ممكن أن يعطي أريحية للداخل الولايات المتحدة الأمريكية للسائقين للأسر وما إلى ذلك، لأنه عم بيخفف التكاليف بشكل مباشر لديهم. ولكن هذا غير حل الأزمة العالمية الموجودة حاليا، غير حل الأسباب التي أدت إلى ارتفاعات النفط. كما تفضلتي، الركود وشبح الركود العالمي هو الذي سوف يؤثر بلا شك، لأنه راح يؤثر عندي على مستويات الطلب. ولكن إذا بنرجع لوكالة الطاقة الدولية وتقديراتها الأخيرة، كانت عند الطلب 99 مليون برميل يوميا، وهذا ضمنيا يبقي مستويات الطلب مرتفعة نسبيا. أيضا الريستريكشنز والإغلاقات خفت وبشكل كبير جدا، سلاسل التوريد موجودة وعمليات التصدير قائمة، فبالتالي الطلب عم بيكون موجود وحاضر. ولكن التوترات الجيوسياسية، القلق المستقبلي لانقطاعات في الإمدادات أو مزيد من الضرائب أو مزيد من المنع للنفوذ في الأسواق، هذا عم بيشكل عنا نوعا ما قلق، وعم بيسبب أو سبب ارتفاع وقوة واضحة في أسعار النفط. ولكن بلا شك أي من هذه النقاط سوف تؤدي بنا إلى مستويات الركود التضخمي، ومن ثم تراجع أعمال التجارية والطلب فعليا ووصولا. ولكن هذه منطقة سلبية سيئة لجميع الأطراف. نعم. تراجعات النفط حاليا التي نشهدها هي بفعل التصريحات، وأيضا ننتظر بايدن يجتمع اليوم الخميس مع مجموعة من الشركات النفطية، أيضا ممكن يظهر عليه بعض الضغوط على تصدير النفط للخارج. طيب، استمعنا أيضا للكثير من البنوك المركزية الأسبوع الفائت التي إما تجار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لتحمي سعر صرف عملتها. الفرنك الفرنسي السويسري عفوا كان وصل لمستويات الباريتي مع الدولار، وهذا يعني أنه إذا لم يقدم المركزي السويسري رفع سعر الفائدة، فهذا يعني انخفاض أكثر لسعر صرف الفرنك في الأسواق. هل تتوقع أن يقدم البنك المركزي السويسري على هذا القرار؟ رفعنا سعر الفائدة بشكل مفاجئ جدا ب 50 نقطة أساس، من ناقص 0.75 إلى ناقص 0.25% نقطة أساس، وهذا يعتبر بحد ذاته يعني مفاجأة ويعني حاد جدا تأثيره على الأسواق. وتمكن الفرنك السويسري من الارتفاع بقوة أمام الدولار الأمريكي، وفقد الزوج دولار أمريكي فرنك سويسري 400 نقطة بشكل سريع جدا، وذلك بواقع 1.8% هبوط الأسبوع الماضي و 0.8% حتى اليوم هذا الأسبوع. ويبدو أن الفرنك السويسري يوضح وبقوة أنه مستويات التضخم كانت تشكل عبء حقيقي على الاقتصاد السويسري، ويجب معالجته من خلال رفع أسعار الفائدة. النقطة الأبرز هي أنه هل سيتم معالجة التضخم بهذا الرفعة التي تمت؟ لا أعتقد ذلك، لأنه بعيدين بعض الشيء بالنسبة لمستويات التضخم. ربما سويسرا يعني بمستويات التضخم يعني في وضع يعني ليس سيء بمقدار باقي الدول المجاورة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، ولكن حتى الآن
يعني أسعار الفائدة المتدنية وبشكل كبير جدا كانت سببا في تغذية التضخم بشكل كبير، والحركة المفاجئة يعني الاس ام بي عودنا على الحركات المفاجئة منذ عام 2015 الحركات السريعة والمفاجئة، وحقق ذلك أيضا بهذه الرفعة الكبيرة نسبيا بخمسين نقطة أساس. نعم، أذهب إلى زوج يورو دولار. أيضا اليورو كنا قد لاحظناه عند مستويات متدنية مع قوة الدولار الأمريكي، ما هي العوامل التي ربما ستدفع هذا الزوج للتحرك سيد رائد؟ يعني نحن عم نشوف منطقة اليورو إذا بدنا نجي متراجع هو 7% تقريبا منذ بداية العام، إذا بدنا نجي على هذا الشهر تقريبا 1 فاصلة تقريبا يعني 2% هذا الشهر، هو تحت ضغط حتى على الرغم من الارتفاعات المؤقتة التي نشهدها، ولكن هو ارتفع من مستويات 1.03 تقريبا. الضغط الموجود حاليا كقوة في اليورو هي مؤقتة وبشكل كبير جدا نتيجة توقعات الرفعة ب 25 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم للمركزي الأوروبي، ولكن هذا لا يحل الأزمة. مستويات التضخم 8.1% بالنسبة للمنطقة الأوروبية وتعتبر أيضا مهمة ومرتفعة بشكل كبير جدا، ولكن على صعيد آخر عندهم ارتفاع حاد في التكاليف وعندهم شح أيضا بالمواد الأولية ويحتاجون إلى دفع تكاليف إضافية في ظل أزمة التوتر الجيوسياسي الذي يعني يخيم على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام. بالتالي بصورة غير مباشرة اليورو معرض لمزيد من التراجعات من المستويات الحالية، وممكن حتى يفقد يعود مجددا إلى اختبار مستويات 1.03، وهذا قد نراه يعني قبيل اجتماع الفدرال الأمريكي القادم ورفعه لأسعار الفائدة المتوقع بخمسين نقطة أساس. حتى اي رفع من المركز الاوروبي ب 25 نقطه اساس اعتقد انها هي برايسد ان اوريدي بالسوق عند المستويات الحاليه بعد ان زار مستويات 0.76، الان ينخفض الى مستويات 0.65. نعم. ومن المرجح الى مزيد من التراجعات. نعم، وانا اشكرك ضيفي السيد رائد الخضر وانت كبير استراتيجي الاسواق في مجموعه إكويتي جروب. شكرا لك رؤيا.